أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من اليوم الثامن، يوم افتراضي نستعرض فيه أهم أحداث الأسبوع. إلى العناوين. الحكومة اليمنية ترحب بكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في اليمن، وتحث على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها. البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة يعلنان عن توافقهما على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتشكيل مجلس رئاسي جديد بعد جولة من المفاوضات بين لجنتي الحوار في البرلمان والمجلس الأعلى استمرت لأشهر عدة. أهلا بكم. وسط ترحيب دولي بدعوة واشنطن إلى حل دائم للنزاع في اليمن يبدأ التفاوض عليه خلال شهر، أعلنت الحكومة اليمنية أنها مستعدة لاستئناف مشاورات السلام، فيما رحبت الميليشيات الحوثية بهذه الدعوة شكليا كعادتها في كل مرة، وأعربت الحكومة اليمنية عن استعدادها الفوري للبحث في إجراءات بناء الثقة. وسط ترحيب دولي بدعوة واشنطن إلى حل دائم للنزاع في اليمن يبدأ التفاوض عليه خلال شهر، أعلنت الحكومة اليمنية أنها مستعدة لاستئناف مشاورات السلام، فيما رحبت الميليشيات الحوثية بهذه الدعوة شكليا كما تعودت في كل مرة أن تقبلها شكليا ومن ثم ترفض كل شيء فيها. فقد أكدت الحكومة الشرعية أن اليمن يرحب بكل الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام، وأعربت عن استعدادها الفوري للبحث في إجراءات بناء الثقة، وأبرزها إطلاق جميع الأسرى والمخطوفين والمخفيين قسرا. وهذه الإجراءات تتضمن تعزيز قدرات المصرف المركزي اليمني وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم إلى البنك المركزي. كان موقف الحكومة الشرعية إيجابي داعم بشكل كبير جدا لجميع الجهود الحميدة والمساعي الحميدة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث في الوصول إلى تسوية سياسية من أجل إنهاء الانقلاب في اليمن وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، أبرزها القرار الأممي 22/16 حلا شاملا يجنب اليمنيين وجود أي عملية مفخخة مستقبلية قد تؤدي بانتكاس العملية الانتقالية. الحكومة اليمنية كانت واضحة في بيانها، وهو فتح المطارات وتمكين الأمم المتحدة من مراقبة ميناء الحديدة لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران إلى الميليشيات الحوثية، وحرية وصول المساعدات ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء على مخازن المنظمات الدولية الإغاثية. أن اليمن يمر بمرحلة انتقال سياسي يخضع لمجموعة كبيرة جدا من القرارات الدولية، سواء كان القرار الدولي 22/16 أو حتى القرار الدولي 21/40 وقبلها من القرارات طيلة فترة 7 سنوات مستمرة. ظل مجلس الأمن راعيا للعملية الانتقالية في اليمن، وما يقوم به المبعوث الأممي هو الترجمة الفعلية للإجماع الدولي وللإرادة الدولية بالخروج باليمن إلى يمن اتحادي جديد. فالحكومة اليمنية لم تتغافل عن أهمية تطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها، مؤكدة أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد حددت شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون، وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية. جهود إيجابية للحكومة الشرعية يقابلها تعنت للميليشيات الحوثية تجاه القرارات الأممية الدولية والتي من شأنها أن تفضي إلى تسوية سياسية يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن. مروى النبيل لبرنامج اليوم الثامن،
عدن. وينضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد الله العساف، ومن القاهرة المحلل السياسي الأستاذ عبد الملك اليوسفي. أهلا بكما في اليوم الثامن تحديدا في هذا الملف الأول الذي يتعلق بالشأن اليمني. دكتور عبد الله، إذن بعد دعوة واشنطن لضرورة إيجاد حل دائم للنزاع في اليمن، هناك ترحيب من قبل الحكومة الشرعية يقابله ترحيب شكلي مبدئي من قبل الميليشيات الحوثية، ومن يقرأ التاريخ يعلم السيناريو المتبع لديهم دائما. قبل أن ندخل في الموضوع ونقاشات، أنت كيف رأيت دعوة واشنطن والتفاتتها حاليا وفي هذا التوقيت إلى ضرورة إيجاد حل للنزاع في اليمن؟ مساء الخير خليل، ومساء الخير للزميل من القاهرة والمشاهد قناة الإخبارية. أنا بداية أنا أعتقد أنه تم استنساخ مشروع كيري مع إجراء تحسينات طفيفة عليه وتقديمه مرة أخرى، لكن لماذا في هذا الوقت؟ أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة لديها الآن عقوبات ستجريها غدا على إيران، وهي ربما أرادت تحييد أحد الأذرعة أو ميليشيا إيران في المنطقة، فأرادت تجنيب اليوم المنطقة وتجنيب تقريبا الممرات المائية تحرص على سلامتها في مقابل أنه تحيد ميليشيا الحوثي التابعة لإيران حتى تتفرغ للعقوبات الاقتصادية على إيران بشكل كامل جدا. وأن كانت هذه الدعوة، أنا في اعتقادي من يقرأ التاريخ ومن يقرأ تاريخ الحوثي جيدا لا يظن يعرف أنها لا تحمل الجديد. تاريخ الحوثي اليوم هو قائم على الخيانة والنكث بالعهود، لا يمكن أن يقبل أن يتفاوض إلا عندما يحس أن هناك انكسار عسكري، فهو يوافق أحيانا. رأيناه في الكويت 90 يوم لم يقدم جديد، ليس لديه مشروع، ليس لديه رؤية، هو يأتمر بما يأتيه من طهران وقم، وبالتالي هو يكسب الوقت ليعيد تموضعه عسكريا ثم استلام شحنات الأسلحة التي تهرب عبر ميناء الحديدة إليه من إيران. إذن اليوم ليس لديهم مشروع، أي مشروع سلام في 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 اليمن، هما آلة تدميرية للمنطقة بشكل عام ولليمن. اليوم من يقرأ الفكر الحوثي أو العقيدة الحوثية يرى أنهم زرعت فيهم منذ ذهب هذا الابن مع أبيه إلى قم وتشرب المذهب الاثنى عشري، وبالتالي عاد إلى اليمن ليفرض عليهم الحق الإلهي وإقامة دولة الإمامية وإقامة مرجعيات ما أنزل الله بها من سلطان في اليمن أراد فرضها عليهم. إذن اليوم الحوثي يمتلك هذه العقلية اللي هي عقلية الحق الإلهي والحكم المطلق وغيرها، لا يمكن أن تتفاهم معها اليوم وفق هذه العقلية. لابد أن يعود أولا كونه اليوم ميليشيا عسكرية، ميليشيا أيضا عقائدية، ميليشيا ثيوقراطية لا تحمل إلا القتل والدمار وتحمل التقديس لشخصية معينة وأوهام ما أنزل الله به من سلطان، إذا لا يمكن اليوم التعامل معه وفق هذه العقلية. الأمريكا يمكن ما قرأت المشهد اليمني جيدا، وما قرأت تعقيدات الحوثي وأهداف الحوثي وما يريد الحوثي في المنطقة. الحوثي لا يبحث عن سلام، الحوثي لا يبحث عن حلول، الحوثي حتى لا يبحث عن حكم ذاتي، إذا افترضنا أنه سيمنح حكم ذاتي في منطقة صعدة في شمال الشمال، هو يريد بسط سلطته على كافة أرض اليمن، تمكين إيران مرة أخرى من أن تطوق الجزيرة العربية من جميع الاتجاهات. نعم أستاذ عبد الملك، طبعا الحكومة الشرعية باليمن دائما ما ترحب بكل الجهود إذا كانت النهاية هي حل هذه الأزمة، وحثت المجتمع الدولي دائما على ضرورة أن يكون الحل يعني وفق المرجعيات الثلاث، والكل يعلم ما هي هذه المرجعيات. هناك طبعا المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، وكذلك قرار مجلس الأمن 2216. إلا أنه بالمقابل هناك تعنت لا زال مستمر من قبل الميليشيات الحوثية، وأعتقد الأيام السابقة أو تاريخ هذه الأزمة إلى اليوم هو طبعا حافل ب سلوكهم الدائم للوقوف ضد أي قرار ربما أو أي حل على أرض اليمن. أنت كيف تعلق على هذا الموضوع من قراءتك؟ تفضل. مرحبا بك أستاذ خليل وبالدكتور عبد الله والمشاهدين الكرام.
مبدئيا عندما نقرأ واقع الحال هنالك صحيح هناك ملاحظات على الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية، لكن في الأخير أنا أراها فرصة ذهبية لوضع الحوثيين في الزاوية الصعبة. الحكومة اليمنية ترحب بأي جهود لإنهاء الحرب. الحرب هذه فرضت على اليمنيين، الإخوة في المملكة والإخوة في الإمارات أتوا لدعم، والتحالف العربي أتى لدعم اليمن والحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة في حرب مفروضة علينا. لكن في الأخير الحوثيين والعصابة الحوثية لا تعيش، لا تترعرع إلا في رحم الحرب، هي نشأت من رحم الحرب ولا تترعرع إلا في الحروب، وبالتالي هي رافضة لمسألة الحرب. حتى التعبيرات الرسمية من الحوثيين من العصابة الحوثية عبر الناطق الرسمي كانت مشككة بالمبادرة، وإن كان فيها ترحيب شكلي، إلا أنها في الأخير أنا أقراها أنها رفض أولي ومبدئي للمبادرة. وبالتالي دعنا نقرأ هذه المبادرة في سياق معين للأجندة الأمريكية حتى لا نتخذ موقف متشنج من المبادرة يفقدنا الفرصة الذهبية التي أتت بها المبادرة الأمريكية. نعم. أولا كان هنالك تصريح للوزير الخارجية الأمريكية، ليس تصريح صحفي وإنما إحاطة قدمها للكونغرس قبل شهر تقريبا. هذه الإحاطة تحدث بومبيو في الكونغرس أن الإدارة الأمريكية تعتبر إنهاء الصراع في اليمن مسألة أمن قومي للولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أفسر هذا الكلام أنه بدأت أمريكا تشعر أن انهيار الدولة، أن استمرار الحرب في اليمن قد يعني ترعرع الإرهاب، لأنه الإرهاب هو لا ينشأ إلا في مناطق الصراع، وبالتالي ترى أن إنهاء الحرب مسألة أمن قومي تتعلق بحرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وكما تحدث وزير الدفاع الأمريكي أن التحالف العربي كان شريك فاعل وممتاز في مسألة الحرب ضد الإرهاب وضد القاعدة من خلال العمليات التي قام بها التحالف العربي، وذلك في ملتقى المنامة في البحرين. الأمر الآخر، الإحاطة نفسها التي تقدم بها مارتن غريفيث المحاطة الأخيرة والتي نشرها السبوكس بيرسون بالنسبة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كان البند الأول من تلك الإحاطة يتحدث عن دعم لعملية الانتقال السلمي في اليمن based on agreed references، وهكذا كانت الفقرة الأولى من تلك الإحاطة أنه بناء على المرجعيات المتفق عليها. وعندما نفسر المرجعيات المتفق عليها فإنها المرجعيات قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخارجية ومخرجات الحوار الوطني. الأشكال الأخرى بالنسبة للتفاصيل ما بعد الالتقاء اللي هي الالتقاء في السويد بعد شهر، هذه سابق لأوانها، لأن أهم شيء الآن إجراءات الثقة. الأمر الآخر الذي ألاحظه كقارئ سياسي للموضوع أنه انتقال الملف إلى البنتاغون معناه جدية أمريكية في إنهاء الصراع، وهذا سيضع الحوثيين في الزاوية الصعبة، لأني أنا أعرف الحوثيين، أعرف قيادة الحوثيين شخصيا، وهم لديهم تعنت كبير ولديهم صلف كبير ولديهم غباء سياسي منقطع النظير، سيضعون أنفسهم في الزاوية الصعبة. وبالتالي التسويق الذي قامت به الشبكات الناعمة المدعومة من المخابرات الإيرانية والمخابرات القطرية خلال 3 سنوات من الحرب، 4 سنوات من الحرب، في محاولة تسويق الحوثيين كطرف سياسي من كأطراف الصراع وكديفاكتو أوثوريتي أو سلطة أمر واقع، هذا كله يسقط أمام التعنت الحوثي الحريص على استمرار الحرب، وبالتالي سيترتب على الموقف الحوثي مزيد من ردود الأفعال الدولية التي رحبت بالمبادرة الأمريكية من أجل وضع الحوثيين في الخانة الصعبة، إما أن يمتثلوا للسلم، وكما هو معلوم في إنهاء الحروب أن الناس تصل إلى كلمة سواء تتفق عليها وفق أسس معينة وبمخرج سياسي تنهي حالة الصراع وتنهي الحرب، أو يكون هنالك طرف متعنت، وعندئذ يكون واجب أخلاقي على أطراف على الوسطاء باتخاذ موقف مناسب، وأعتقد أن الموقف ربما يكون موقف عسكري داعم لعمليات التحالف العربي في اليمن، وبدل أن يكون هنالك الآن ضغوطات لإيقاف العمليات كما خصوصا في الساحل الغربي ستتحول إلى ضغوطات أخرى بضرورة إنهاء الصراع. أعتقد أنه هنالك فرصة لابد من التقاطها من قبل قيادة التحالف العربي، أنه تسويق المسألة بضرورة إنهاء الصراع وفق ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة وأنها ذاهبة إلى أي عملية سلمية تؤدي إلى إنهاء الحرب، ومع تسويق آخر دبلوماسي وشغل دبلوماسي لإبراز الحوثية كجماعة إرهابية، فيكون أمام الحوثيين خيارين. الخيار الأول إما أن يقبلوا بالعملية السلمية وفق المقررات التي تم الاتفاق عليها والمرجعيات المتفق عليها، أو يصنفوا كجماعة إرهابية ويتم توحيد العمليات في اليمن، العمليات الموجهة ضد الإرهاب مع عمليات التحالف العربي في بوتقة واحدة، ليكون صناع العنف في اليمن حرب واحدة ضد العنف في اليمن،
تحت مسمى محاربة الإرهاب. واضح. دكتور عبد الله، بالإضافة إلى كل ما ذكره الأستاذ عبد الملك وأيضا الترحيب من قبل الولايات المتحدة وتأكيد بأن هذا الوقت هو يشكل ربما مناخ مناسب لضرورة الاستمرار في إيجاد هذا الحل السياسي في اليمن، أيضا نتذكر بالأمس طبعا المؤتمر الصحفي الاستثنائي لقائد قوة التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي أكد التصرفات التي تقوم بها ولا زالت تقوم بها ميليشيات الحوثي آخر استخدام مطار صنعاء الدولي كثكنة عسكرية، وتأكيد أيضا على أن الحكومة الشرعية تستحوذ اليوم على أكثر من 85% من الأراضي اليمنية. كيف من الممكن أن تقرأ السيناريو ربما المستقبلي لواقع الأرض في اليمن؟ أنا في تقديري قبل كل شيء يجب ألا نتفائل أو نذهب بعيدا في قضية هذه الدعوة إلى الحوار. الشرعية اليمنية ستذهب، لكن الولايات المتحدة ما حددت ماذا بعد. ماذا بعد؟ هل سيفرض هناك عقوبات على الحوثي أو على الطرف الآخر الذي لا يستجيب؟ لم تحدد، الدعوة مفتوحة. ثم تدرك الولايات المتحدة هل لدى الحوثي مشروع للسلام؟ هل هو يملك قراره؟ هل لديه رؤية بشأن اليمن؟ هل لديه قبول بتسليم الأسلحة والانسحاب من المناطق من صنعاء وغيرها من المناطق التي استولى عليها؟ هل لديه استعداد أن يسلم الأموال والذهب والمنهوبات؟ هل لديه استعداد أن يفرج عن المحتجزين قسرا من سياسيين وصحفيين وغيرهم؟ كل هذه الأمور هي موجودة، يجب أن تطرح على طاولة قبل أن يذهب الحوثي إلى طاولة النقاش، هذا أولا. ثم مرة أخرى، ماتيس أشار في أكثر من لقاء بالمناسبة سواء أمام الكونغرس أو في مؤتمر البحرين أو في أكثر من مناسبة على التزام التحالف العربي بالقانون الدولي الإنساني، وأنه يلغي كثير من الطلعات الجوية أو الأهداف خشية أن تصيب أهداف مدنية. بالتالي اليوم الحوثي هو يتمترس ويدرك جيدا أنه لا يمكن أن يجرؤ أو يقوم التحالف بأي عملية تمس المناطق المدنية، المناطق المأهولة بالسكان، المطارات، المدارس، المساجد، وبالتالي هو يتخذ منها ثكنات عسكرية، كما أنه أيضا يتخذ من الأطفال ويتخذ من النساء دروع بشرية. إذن كل هذه هي موجودة ومنظورة، لكن الولايات الأمم المتحدة والمندوب أعتقد أنهم لا ينظرون إلى للأسف هذا من جانب الحوثي، هم ينظرون إلى فقط بعين واحدة ويرصدون كل شيء يصدر عن التحالف العربي فقط، ولا ينظرون إلى الجانب الإيجابي. كل حرب فيها أخطاء، لكن الجانب الحوثي كله أخطاء، بدءا من تجنيد الأطفال وسرقتهم من أهاليهم وارغامهم بالقوة، الغذاء مقابل المشاركة في المجهود الحربي، النساء، غيرها، كل هذه موجودة. لم نرى اليوم الأمم المتحدة والمبعوثين الثلاثة السابقين يحركون ساكنا، بل إنهم بعض المبعوثين السابقين كان يجلس مع الحوثيين ويضفي عليهم الشرعية ويجعلهم ند للحكومة الشرعية. إذن هذا اليوم مسوغ غير مقبول، هذا التصرف أيضا يمنحهم ويسبغ عليهم الشرعية والقبول، وهم عبارة عن عصابة مختطفة للسلطة. ما يجب اليوم على الولايات المتحدة وعلى الأمم المتحدة، الحل في اعتقادي هو أن التحالف أن يمارس عملياته العسكرية كما هي، والتحالف أيضا حريص، وأشار تركي المالكي في أكثر من مناسبة أنه كثير 13,000 عملية تم إلغائها لاعتقاد أنها ربما تصيب أهداف مدنية. لدينا اليوم فرصة 30 يوم أن يمارس التحالف الطلعات الجوية وأعماله العسكرية، وأنا أعتقد أن هناك تقدم جيد في هذه الساعات 48 الماضية. مرة أخرى أن يصنف الميليشيا، تصنف كحزب إرهابي، شأنها شأن داعش، وبالتالي يتم اليوم القضاء عليها، اليوم يتم القضاء عليها بهذا الطريق. أما أن تجلس لطاولة المفاوضات فهم لا يملكون أي مشروع، ليس لديهم رؤية، ليس لديهم قرار، قرارهم مستورد من طهران. إذن نذهب إلى طهران مباشرة بدل أن نذهب إلى صعدة. نعم أستاذ عبد الملك، طبعا في حديثك قبل قليل أنت ذكرت بأنه من الممكن أو يجب أن نستثمر هذه المبادرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدعوة من قبل واشنطن. دكتور عبد الله طبعا أشار إلى أنه ربما هي تكون دعوة للحوار، ليس هناك أي عقوبات ربما تحدثت بها الولايات المتحدة الأمريكية وغير ذلك، ولكن بالنظر إلى سجل تعامل الجماعة الحوثية وحتى هذا اليوم واستغلالها لليمن ولليمنيين وللأطفال والنساء وغير ذلك، هل من الممكن وهل تقرأ أنت بصيص أمل ربما في المستقبل أن ربما يكون لهم ربما تعامل مغاير في هذه الجهود المبذولة حاليا وهذه الدعوات السابقة من قبل الحكومة الشرعية؟
أستاذ خليل، لابد أن نضع في الاعتبار ديناميكيات صناعة القرار في دوائر القرار الأمريكي وفي دوائر القرار في المجتمع الدولي. هنالك تأثير وتأثر بلوبيات الضغط، هنالك تأثير وتأثر في من أنشطة المجتمع المدني، النشاط الناعم يؤثر كثير على القرار، وبالتالي هنالك انعكاسات حصلت نتيجة حرب ناعمة استمرت لمدة 4 سنوات، في ظل كان للأسف الشديد يكون الواحد يعترف بالحق والاعتراف بالحق فضيلة، كان هنالك ضعف في الدبلوماسية اليمنية في مسألة مواجهة تلك الحرب، وكانت تقريبا حرب من طرف واحد في ظل غياب للدبلوماسية اليمنية وغياب للحكومة اليمنية في مضمار الحرب الناعمة، وكان هنالك شبكات مدعومة من المخابرات القطرية والمخابرات الإيرانية تؤثر على عواصم الدول وتؤثر على المجتمع المدني. وصل انه مثلا رضية المتوكل واحدة من الجنود اللي بتشتغل انها قامت انشطة في الكونغرس الامريكي وتحدثت الى مجلس الامن. وصل انه كان هناك تقرير من لجنة الخبراء من فريق الخبراء المكلف بفوض السامي عبارة عن شهادة زور وطعنة في خاصرة الشرعية اليمنية بسبب تلك الحرب. لابد ان نستوعب هذه الديناميات، التأثير والتأثر على صانع القرار يتأثر بهذه المسألة. أنا أرى أن هذه المبادرة الآن تكشف الوجه القبيح لذلك النشاط الناعم. هنالك كثير من البوديز أو الهياكل في الأمم المتحدة العاملة في اليمن تحولت إلى متحوثين يشتغلوا مع الحوثي للتسويق الحوثي كطرف سياسي أو دي فاكتو أوثوريتي. هذه المسائل كلها تحتاج لها إلى كشف القناع. أعتقد أن المبادرة الآن تكشف القناع والغطاء عن الحوثيين، وبالتالي لابد أن يتم التعاطي معها بمسؤولية كبيرة. من الصعب أننا نطلب من الحكومة اليمنية أو حتى من التحالف العربي أن يتخذ موقف صدامي مع الأمريكان أو موقف صدامي مع المجتمع الدولي، ولكن نحن نتفهم أنه ما هكذا تدار الأمور. الأمور الدبلوماسية تحتاج لها تعاطي بشكل مختلف، بروية، باتزان، بإدارة للتحالفات للمصالح، وبالتالي لا نستطيع أن نقول التحالف العربي تصادم مع الموقف الأمريكي وقل الإدارة الأمريكية لا. يعني في الأخير الأمريكان طارحين، المبادرة متزنة تحتاج لها تعاطي إيجابي وتحتاج لها تعاطي بمسؤولية عالية لتحويل التعنت الحوثي والصلف الحوثي إلى فرصة من أجل كشف ليس الوجه القبيح للحوثيين، فالناس كلهم يعرفوا الوجه القبيح للحوثيين، وإنما لكشف الشبكة الناعمة. أعتقد أنه لابد أن يرافق هذا بعمل موجه لرصد الوجوه الناعمة التي تتخذ من الفاترين الحقوقية لتسويق الحوثيين، لملاحقتهم، لكشف زيفهم، لكشف تضليلهم، لكشف اختراقاتهم الجسيمة للمواثيق الأممية وللبروتوكولات الأممية وللوائح الأممية، للوائح العمل. هنالك تورط لكثير من الأمميين في أعمال استخباراتية، هنالك تورط حتى في أعمال عسكرية وصلت إلى مسألة يعني أن الحوثيين اتخذوا من مقرات أممية أماكن لتخزين الأسلحة، لنقل الأسلحة، لتورط والشواهد كثيرة، وبالتالي ملاحقة أولئك الأمميين الذين شكلوا جزء من الحرب الناعمة ضد الحكومة الشرعية وضد التحالف العربي، ملاحقتهم بالتوازي مع كشف الوجه القبيح للحوثيين من أجل أن تتضح الصورة. دوائر القرار في المجتمع الدولي، دوائر القرار في المجتمع الأمريكي تحتاج من الحكومة اليمنية أن تدعمها بالمعلومات، أن تدعمها بالتسويق، بالتقارير، بما يحصل من أجل أن تشيل الضغوطات عليها. التحالف العربي نعم. وبالتالي أعتقد أنه نحن الآن أمام فرصة تاريخية لتعرية الوجه القبيح للحوثيين والتعاطي مع المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لديه قيم لا يمكن أن يقفز عليها، يعني هنالك 9 قرارات أممية كلها بصالح الحكومة الشرعية، هنالك 5 إحاطات من مجلس الأمن كلها بصالح الحكومة الشرعية، لا يمكن أن تقفز عليها، وبالتالي نحتاج الآن للضغط ومزيد من الضغط لكشف الوجه القبيح للحوثيين. إرهاب الحوثيين لابد أن يكون هنالك تقارير دائما. تذكر أنت أنه قبل سنتين وأنا أتحدث على الإخبارية أننا نحتاج لعمل ناعم للتأثير على دوائر القرار بتقارير، بحالات، بعمل حقوقي. الحكومة اليمنية لابد أن تتحرك بهذا المضمار بتشكيل ضغط كبير. صحيح كان هنالك الأخ الوزير محمد عسكر اشتغل شغل يعني أدى ثمار أفضل من سابقي، لكن هنالك عمل لابد أن تتحرك. واضح حديثك عبد الملك، واضح حديثك دكتور عبد الله. إذا حسب ما فهمنا طبعا من كلام الأستاذ عبد الملك أن الكرة الآن هي في ملعب الحكومة الشرعية اليمنية، بالإضافة إلى كل ما ذكره من ربما اتفاقيات ومبادرات صدرت بحق الحكومة الشرعية، وأيضا إدانة لكل الجرائم التي قام بها الحوثيون.
أخوي خليل، منذ عام 2011 صدر القرار الأممي 2014 تقريبا إلى عام 2015 صدر القرار الأممي 2204. كل هذه القرارات تحمي المبادرة الخارجية وآلية الحوار والمخرجات الحوار الوطني، ثم جاء معززا لهما وأصبح ثالثا لهما القرار الأمم 2216. الوجه القبيح للحوثي لا يخفى على الأمم المتحدة، بل إن الأمم المتحدة وغيرها من دوائر صنع القرار في العالم يدركون ما لا ندركه نحن، ولديهم من العلم والمعرفة بخفايا الحوثي الشيء الكثير. نحن اليوم الحكومة الشرعية نعم عليها عبء كبير، يجب أن تطالب، يجب أن يكون صوتها مسموع حاضر في دوائر صنع القرار في كل مكان، لكن الأمم المتحدة اتخذت هذا القرار أمامها خارطة الطريق. لماذا لا ينفذ 2216؟ لماذا لا تنفذ المبادرة الخارجية ومخرجات الحوار؟ أكثر من 90% من اليمنيين في توافق غريب عجيب، حتى الحوثيين توافقوا على هذه المبادرة الخارجية ومخرجات الحوار. لماذا لا يطبق 2216 فقط؟ هذا السؤال. الأمم المتحدة هل هي عاجزة أن تتخذ قرارات وتطبقها؟ هذا مجرد سؤال كبير. إذن اليوم نحن نطالب بتطبيق هذا القرار الأممي 2216. هناك انتهاكات كثيرة، الحوثي استخدم الأطفال، الحوثي هرب السلاح، الحوثي أكثر من مرة ينقض هذا القرار الأممي بمساعدة إيرانية. لم نرى الأمم المتحدة تنتفض أو تقلق أو يصيبها من التوتر ما يصيبها عندما يخطئ طرف آخر. إذن نحن اليوم بحاجة مرة أخرى إلى الضغط على الأمم المتحدة لتنفيذ القرار ولتنفيذ هذه المبادرة ومخرجات الحوار. البعض يتساءل ربما دكتور عبد الله، أو ممكن يعلق على هذا، أنها ربما يقرأ منها إطالة الأمد أو ما إلى ذلك، لأن أعتقد أن السنوات الماضية ومنذ بدايتها شهدت أسوأ من هذه الأيام. أتكلم عن الداخل اليمني. لا ترى بأن ربما هذا من إطالة أمد؟ كذلك أيضا ما هو المطلوب أيضا من الداخل اليمني من رجال القبائل وغيرهم اليوم؟ أحسنت. أنا اليوم الوضع اليمني لا شك أنه أفضل، مثل ما حضرتك ذكرت في أول الحلقة، اليوم 85% على أرض الواقع هو بيد الشرعية. بالأمس رئيس الوزراء اليمني الجديد وصل إلى عدن مع حكومته، وتحدث بالمناسبة بإيجابية عن المستقبل. اليوم لا يطلب الداخل اليمني أن تعمل الحكومة اليمنية بمفردها، يجب أن يكون الداخل اليمني داعم. هناك رجال قبائل، نحن نعرف اليمن بلد قبلي، هناك رجال قبائل مطالبين، هناك وجهاء مجتمع مطالبين، هناك رجال دين مطالبين، وشيوخ قبائل، كلهم أن يلتفوا حول الحكومة. اليوم الحكومة وصلت إلى أرض اليمن، تعمل من أرض اليمن، فيها دفعة معنوية سواء للداخل، أيضا فيها قدرة على التواصل من الخارج، أني أعمل من الأرض من بلدي. فأنا بحاجة إلى دعم أممي. القانون الدولي والأمم المتحدة أنشئت تعرف على إنشائها واستهدفت أنها تخدم مثل هذه الحالات. إذن هذه حالة جيدة أو جيدة جدا. اليوم بسط النفوذ أكثر من رائع. أنا أعتقد أنه هذه المبادرة، وأنا تحدثت أنا والأخ عبد الملك في أحد القنوات وقلت بالحرف الواحد، هذه طوق نجاة للحوثي لا أكثر. اليوم فقط أنا أتمنى عدم التدخل من قبل الأمم المتحدة أو غيرها في عمل التحالف. التحالف العربي ماضي في طريقه، يراعي الجوانب الإنسانية، ولذلك يجب ألا ننظر إلى عمل التحالف بأنه عاصفة الحزم. هناك عاصفة أخرى ولدت توأم لعاصفة الحزم بعد 27 يوم، وهي إعادة الأمل. مركز الملك سلمان ماذا يفعل؟ مركز الملك سلمان قدم محروقات قبل عدة أيام لتشغيل المولدات وللتدفئة ولغيرها، بالمليارات دفعت الكساء ومواد الإيواء وغيرها والمستشفيات المتنقلة وإعادة تأهيل الطرق. كل هذا يعمله مركز الملك سلمان مع التحالف العربي أيضا لإعادة الشرعية إلى اليمن. ماذا بقي على العالم؟ بقي العالم اليوم هو يصطف إلى جانب الضحية، الجال الجلاد ضد الضحية. أضف لذلك المشروع السعودي لإعادة الإعمار وكذلك إسناد وغيرها من المراكز. إذن شكرا لضيفنا دكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام محمد بن سعود. كذلك شكر موصول لضيفنا من القاهرة المحلل السياسي الأستاذ عبد الملك اليوسفي. شهدت ليبيا خلال اليومين الماضيين اتفاقا على تشكيل مجلس رئاسي موحد في محاولة لوضع حد للانقسام الداخلي والتنازع في السلطات الذي تعانيه البلاد منذ سنوات، حيث أعلن البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة عن توافقهما على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل
يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كل أنحاء ليبيا. وجاء هذا التوافق بعد جولة من المفاوضات بين لجنتي الحوار في البرلمان والمجلس الأعلى استمرت لأشهر عدة. في محاولة جديدة لتوحيد السلطة في ليبيا وإنهاء حالة الانقسام، اتفق برلمان ليبيا وهما مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس على العمل معا من أجل إصلاح مؤسسات الدولة. المجلسان المتنافسان اتفقا على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كامل ربوع ليبيا. توافق جاء بعد أشهر من المفاوضات بين لجنتي الحوار في المجلسين من أجل تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. الأمم المتحدة عبرت عن ترحيبها الحذر حيال هذه التطورات، حيث استلم مبعوثها غسان سلامة وثيقة حول إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، لكن الوثيقة لم تحدد آلية اختيار أعضاء هذا المجلس أو رئيس الوزراء الجديد، ما يثير مخاوف من أن يلقى الاتفاق الأخير نفس مصير التفاهمات السابقة، خاصة في ظل وجود جماعات وميليشيات مسلحة من مصلحتها استمرار حالة التنافس والفوضى بالبلاد. ولمواجهة هذا الوضع دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار بالبلاد، مشددا على ضرورة رفع الحظر جزئيا عن السلاح لتتمكن الحكومة من تنفيذ تدابير الترتيبات الأمنية وتمكين المؤسسة العسكرية والأمنية من أداء مهامها. وجاء تعيين السراج لعبد الله الدرسي رئيسا لجهاز المخابرات العامة مؤشرا على تقارب بين السراج ومجلس النواب الذي سبق ورشح الدرسي للمنصب. إلى ذلك كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري عن بدء القضاء العسكري في شرق ليبيا محاكمة العشرات من الإرهابيين، موضحا أن معظمهم شديد الخطورة ومن بينهم الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي ألقي القبض عليه مطلع الشهر الماضي. المسماري أشار كذلك إلى انتهاء العمليات العسكرية في مدينتي بنغازي ودرنا في وقت أعيد تشغيل حقل البيضاء النفطي الذي كان قد توقف عن العمل بسبب الهجمات التخريبية التي شنتها جماعات إرهابية في يونيو الماضي على منطقة الهلال النفطي، وتصدى لها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. جهود عملية على الأرض ومبادرات سياسية من أجل تحقيق حلم المواطن الليبي بالعيش في أمن وسلام بعد 7 سنوات من الفوضى والاضطراب. لبرنامج اليوم الثامن شادي أنور. وينضم إلينا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ سالم اليامي، ومن القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الباسط بن هامل. أهلا بكما في هذا الجزء الثاني من اليوم الثامن. أبدأ معك أستاذ سالم، طبعا من هذا الحديث وهو عن التطورات الأخيرة التي حدثت في الشأن الليبي، قبل أن نتحدث عن هذه المبادرة وما تم التوصل إليه من قبل اللجنتين، هناك أستاذ سالم من يتحدث عن أن مجلس النواب وحتى هذه اللحظة لم يعترف أصلا بشكل رسمي بالمجلس الأعلى للدولة على الإطلاق، فكيف يتم التعامل مع لجنة واحدة من حواري ولم يعلن ذلك أو يعترف بهذا المجلس بشكل رسمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي الأستاذ من القاهرة. يعني في الحقيقة أنا يعني كلما يعني حاولنا مقاربة الوضع في ليبيا ووضع الأطراف السياسية التي تشارك في العملية السياسية وتقدم نفسها ك يعني قوى على الأرض، نتذكر مقولة يعني برنارد شو له مقولة عجيبة يقول يعني ما معناه أن السياسيين كانوا بإمكانهم خلق حياة جميلة على الأرض لو أنهم تجنبوا ارتكاب الأخطاء، فهم يرتكبون الأخطاء ويضيعون ما بقي من وقت في محاولة إصلاح الأخطاء. هذا التوصيف في الحقيقة هو ما يقوم به الأشقاء في ليبيا مع شديد الأسف. منذ انطلاق ثورة 17 فبراير كان هناك سلسلة كبيرة من الأخطاء. اليوم في الحقيقة الليبيون
يعني حاولوا في فترات سابقة أن يحلون هذه الأخطاء أو يصلحون بعضا منها بقواهم الذاتية الليبية. الليبية الجوار الإقليمي حاول أيضا أن يساعد في مرحلة من المراحل. اليوم نسمع عن أحاديث دوله التي يعني دول خارجية، هناك الجانب الفرنسي والجانب الإيطالي، ولا نعرف ماذا سيتقدم به الأمور في المستقبل، وكل الضحية كما قال التقرير هو الجانب الإنساني أو الناس العاديين، يعني الذين بالفعل يقع عليهم عبء كل ذلك. سؤالك عدم الاعتراف حقيقة، هذه الجزئية هي إحدى الجزئيات التي أفشلت كثير من مخططات الصخيرات. لم يكن الجانبان على اتفاق، اجتماع باريس أو سمي مؤتمر باريس قبل أشهر أيضا هو جمع الأطراف، ولكن نقلت لنا بعض المصادر أنهم لم يصافحوا بعضهم البعض، فما بالك بالاعتراف. يعني هذه جزء في حقيقة الأمر كما أنظر إليه أنا على الأقل من الأخطاء التي ارتكبها السياسيون في ليبيا، وهم الآن يضيعون كثير من الوقت للأسف في محاولة إصلاح هذه الأخطاء، بينما هناك أشياء أهم في الحقيقة هي بناء الدولة والمستقبل الوطن الذي أزعم أنه لا يزال غائبا بشكل كبير عن كثير من السياسيين الليبيين. نعم أستاذ عبد الباسط، ضيفنا من القاهرة، بالإضافة إلى كل ما ذكره الأستاذ طبعا سالم، هناك من يعلق على أنه هناك كان تأخير طبعا في هذه المبادرة للحل، وهناك أيضا من يقول بأنه كان هناك استعجال في إصدار مثل هذه المبادرة المقدمة للمبعوث الأممي ربما في ليبيا دون حل المشكلة الأساسية، وهي الانقسامات السياسية التي لا زالت مستمرة ما بين الأطراف. هل ترى بأنه من الممكن أن تنجح مثل هذه الدعوة أو المبادرة في ظل استمرار هذه الانقسامات؟ أولا تحية طيبة لكم ولضيفك الأستاذ سالم ولكل مشاهديكم الكرام، وتحية للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. هو كما تفضل الدكتور سالم يعني بإشارة مهمة جدا، إن السياسيين لم يغلبوا مصلحة البلد وغلبوا مصالحهم الشخصية، يعني هذه بخلاصة واضحة وصريحة، وهذا هو الصراع الذي للأسف ترتب عليها أوضاع إنسانية سيئة على الأرض، تقاسم وتناحر وتفشي ظواهر خطيرة جدا يعني، وأهمها وشدها خطورة بتقديري الآن انتشار الجماعات الإرهابية على المساحات المتروكة على الأرض نتيجة لفراغات كبيرة جدا تركها السياسيون نتيجة الانقسام حتى في مؤسسات الدولة، سواء في الداخلية سواء في الأجهزة الأمنية في العسكرية وما إلى ذلك. ولكن دعنا نعود، لأن الذاكرة مهمة جدا استعادتها، لأننا يعني أمام استحضار مهم جدا لما سبق. للأسف المجتمع الدولي هو الذي ساهم بحالة الانقسام في ليبيا بدرجة كبيرة جدا، يعني ما سمي بالربيع العربي النكبة التي جاءت على ليبيا الآن نرى ويلاتها، دائما العبرة بالنتائج، وللأسف ما يسمى بثورة 17 فبراير هي كانت للأسف هذه هي نتائجها، إحدى نتائجها ظهور قوى إسلامية متشددة وأصبحت تتصارع وتريد هي البقاء على السلطة في دعم دولي واضح لها وصريح. أيضا عدم دعم للقوات الجيش الوطني في ليبيا، الآن المجتمع الدولي لا يريد أن يدعم جيش وطني، أي دولة في وطننا العربي أو في أي دولة من أدوات قيامها وحمايتها وسيادتها أن يكون لديها جيش وطني يدافع عن حتى القرار السياسي أو أن يحمي أي حكومة. الآن هذا الاتفاق الأخير ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة ليس مبنيا على ثقة ما بين الأطراف، لأن الأمر مجرب منذ سنتين أو أكثر في لقاءات عديدة، وآخرها كانت لقاءات في تونس قبل سنة أو أقل من سنة، وكان مؤشرفت عليها البعثة الأممية ولكن لم تخرج بها بنتائج يعني واضحة. وبالتالي عندما نرى إعادة تشكيل رئيس ونائبين ورئيس حكومة، هذه مسألة هزلية وعبثية ومحاولة كسب عامل الوقت من جديد لكي لا نذهب إلى الانتخابات في ليبيا، وهذه مسألة خطيرة بتقديري، لأننا كنا نتحدث عن الحل، الحل واضح في ليبيا لكن الأطراف الدولية لا تريده. إذا ما كانت هذه الأطراف تتصارع على الشرعية فلنسحبها جميعا من هذا المشهد السياسي في ليبيا، وهناك بعثة أممية تراقب ووظيفتها هي ميسر للحوار وليس متداخلا في الشأن الليبي، هنا الاختلاف، ولكنها تجاوزت أيضا صلاحياتها بشكل كبير جدا. حتى المبعوثة الأمريكية النائبة في البعثة لليبيا البعثة الأممية تجاوز صلاحياتها وأصبحت وكأنها هي الحاكم بأمر الواقع وكأنها بريمر جديد في ليبيا. هذه المسألة يجب الوقوف عندها، لابد الذهاب إلى الانتخابات حقيقة لأنها هي الطريق السليم والأسرع والأيسر لسحب كل هذه الأجسام السياسية. ثانيا لابد من وضع آلية لحل الميليشيات المسلحة، يعني كل الترتيبات الأمنية التي تجري الآن وبرعاية الأمم المتحدة والأطراف الراعية كلها تبحث عن إعادة تدوير هذه المشكلة، وبالتالي
ليست هناك نية جادة من المجتمع الدولي. قادة الميليشيات مثلا في العاصمة طرابلس هم يحجون للخارج ويأتمرون بأمر الخارج، ولديهم يعني توجهات خاصة في أمور خطيرة جدا، ربما تعمق الفجوة، ربما تسير بنا إلى حتى تقسيم البلد، ربما في توقيت بعد سنوات ليست لبي بعيدة يعني. وهذه مسألة لم يناقش أحد أيضا آلية جمع السلاح. نحن نتحدث على أكثر من 25 مليون قطعة سلاح في دولة مترامية الأطراف، كيف سيتم فيها معالجة الأمر السياسي في ظل هذا في هذا الكم الهائل من المشاكل؟ أيضا محاربة الإرهاب، هذه الكذبة التي يدعيها العالم في ليبيا غير موجودة. نعم. لأن هناك تنظيمات أصلا متغلغلة في الجنوب الليبي عابرة للحدود، استطاعت أن تستوطن في الصحراء الليبية لما لها من إمكانيات، لعدم قدرة القوات حتى الليبية في عدم محاربتها، لعدم وجود إمكانيات، أصبحنا خطر حتى على دول الجوار، وأصبحت محافظة على هذا الوضع في ليبيا من خلاله يتم استخدام ليبيا من أجل ضرب مصر، الجزائر، تونس والدول العربية وما إلى ذلك، وحتى صناعة حوض متوسط خطير جدا بانتقال البشر بهجرة من إفريقيا إلى أوروبا في صناعة قلاقل خطيرة جدا. وبالتالي أصبحت ليبيا كعصا يتم فيها الضرب عبر القوى الكبرى في المنطقة. وضع سأعود لك بعد قليل أستاذ عبد الباسط، ولكن سؤالي لك الأستاذ سالم، الصخيرات المغربية وربما أنت أشرت في البداية في 17 ديسمبر 2015 كان هناك اتفاق على وإطار ربما قابل للتطبيق والاستمرار من أجل إيجاد حل سياسي في ليبيا، إلا أنه ربما الواقع شهد عكس ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات، ووصلنا إلى هذا اليوم إلى هذه المبادرة. لماذا هذه الإطالة برأيك وهذا السلوك المستمر؟ يعني إذا عدنا حقيقة يعني إلى الخلف إلى اتفاق الصخيرات، أنا في تقديري كمراقب للشأن الليبي اتفاق الصخيرات من أجمل أو أفضل الاتفاقات التي يعني تمكن الليبيون بقوى دفعهم الذاتية بدون تدخل كبير من الأطراف الخارجية إلى الوصول إليها. المعضلة في اتفاق الصخيرات أنه لم يتم التفاهم على تقاسم نقاط معينة، ومنها وفي مقدمتها الجانب الأمني الجانب العسكري، بمعنى السياسيون يعني يريدون أن يبعدون من يقدمون أنفسهم ك يعني جانب عسكري في الجانب الليبي. ومن هذه المعضلة في الحقيقة أفرغ الصخيرات من محتوى. أنا أرى في الحقيقة يعني كلما فكرنا أو كلما فكر من يعرف اتفاق الصخيرات وأهميته كمرحلة انتقالية اتفق عليها الليبيون، ما جاء بعده من اتفاقات سواء كان لقاءات عبر الأمم المتحدة في تونس أو لقاء باريس، ويعني في المنظور القريب سيكون هناك اتفاق باليرمو، كل هذه في الحقيقة الخطوات تنسف اتفاق الصخيرات يعني مع شديد الأسف. المحزن أن هذه الاتفاقات لا تبني أو لا تصحح كما قلنا في حديث برناردشو، لا تصحح الأخطاء التي تمت بناء عليها، بمعنى أن يكون هناك رأسا سياسيا، أن يكون هناك رأسا عسكريا، أن يعني يغيب من ذهنية الليبيون قضية التقاسم يعني. ويعني حتى في الأحاديث الأخيرة اليوم نحن نستمع إلى أن يكون هناك ممثل لكل إقليم، للشرق للجنوب للغرب، هذه الجزئية في تقديري هي تبقي الجانب الليبي في ما يمكن أن نسميه بالذهنية الانقسامية. الذهنية الانقسامية هي لا تساعد الليبيين على الاتفاق. الشيء الآخر كما قال الأستاذ هامل، هي يعني تتيح الفرصة للأطراف الإقليمية، وأنا أعتقد أن دور الأطراف الإقليمية خفت كثيرا في الفترة الأخيرة، لأن الأطراف الإقليمية كانت تخشى فقط كما استمعنا في الفترة الماضية أن لا تكون ليبيا بؤرة إرهاب، ومع ذلك أنا لا أرى أن الإرهاب اختفى، بدليل قبل يومين كان هناك تفجير إرهابي في تونس، وهناك تصريحات خطيرة من القيادة التونسية بأن الإرهاب ليس بعيدا عنا. فإذا كان يعني لا يزال هناك إرهاب، كيف يعني يركن الأطراف الإقليمية لهذا الموضوع؟ في الجزائر ربما هناك حالة خاصة يعني تجعل الجانب الجزائري أكثر ابتعادا عن هذا الوضع. اليوم هناك حديث حقيقة وهو حديث باليرمو، هل تنجح باليرمو تستطيع إقناع الأشقاء الليبيون في يعني تناسي الماضي، تصحيح أخطاء الصخيرات، على الأقل العودة للأسس المتينة أو الجميلة أو الممكنة التي وضعوها في الصخيرات بتراضيهم وباتفاقهم؟ هذا كله في تقديري مطروح على طاولة الممكن ولا ممكن. المؤسف أن المؤشرات تقول من خلال الأحاديث التي استمعنا إليها والمراوحات التي أنتجت يعني موقفين متقاربين إلى حد ما، أن نقطة بذرة الخلاف في تقديري في الذهنية الليبية لا تزال موجودة، وموجودة بقوة،
وأزعم وأتمنى أن أكون مخطئا أن باليرمو لن يكون إلا يعني نقطة جديدة يجتمع فيها أطراف الصراع الليبي الذين يتقاسمون على جزئين مهمين، ولعل الأخ من القاهرة يصحح لي إن كنت مخطئا، يتصارعون على تقاسم السياسة والثروة، ليس بين الليبيين شيء أكثر من هذا في الحقيقة. وعلى درجة وضوحه ويعني بيانه للجميع إلا أنهم لم يستطيعوا في الحقيقة تغليب مصلحة الوطن وتقاسم هذه الثروة، هم الآن في الحقيقة يقدمون هذه الثروة وهذه الكيكة الكبيرة والكبيرة جدا، أو يتيحون للأطراف الأخرى مقاسمتهم فيها، سيندمون في المستقبل. نتمنى أن لا يطول بهم هذه الفترة ليكتشفوا هذه الحقيقة. نعم أستاذ عبد الباسط، أشار الأستاذ سالم ربما إلى تساؤل وربما طرحه لك وبانتظار صحة المعلومة، ولكن هناك من رحب من داخل المجتمع الليبي بهذه المبادرة المقدمة، لأن الكل هناك طبعا يطمح في إيجاد حل أو الخروج إلى بر الأمان في الداخل الليبي، رغم حديثهم ربما عن يعني جمالية هذه الفكرة، هل ترى بأنها قابلة للتطبيق على أرض الواقع وستلقى ربما دعم من الأمم المتحدة رغم خفوت الأطراف الخارجية في التعامل مع والتعاطي مع المجتمع الليبي؟ أنا أولا أعجبني طرح أو الرؤية أو حتى ما تفضل به الدكتور سالم من معكم في الاستوديو، يعني والتوصيف دقيق لما يجري في الوضع الليبي حتى الوضع السياسي، أو ما تحدث به برضه عن باليرمو، يعني كلام سليم ودقيق جدا. باليرمو لن تكون منتج، يعني الحالة الليبية المستعصية اليوم هي فعلا كما تفضل بيها هي صراع ما بين قوة سياسية تريد الاستئثار بالثروة، تقاسم المال، تقاسم السلطة، الحفاظ على هذا الوضع كما هو، إعادة ترتيب الأسماء، هذا رئيس، هذا وزير، هذا رئيس مؤسسة، هذا مدير بنك، يعني إطار تقاسم، وكأن الوطن عبارة أو البلد عبارة عن دكان تقاسم فيه بعض الأشياء فيما بينهم، ونسوا أن هناك وراءهم 5 أو 6 مليون مواطن ليبي أصبحوا جزء منهم على تحت خط الفقر، وبعض منهم مدن منسية على الحدود اللي الدول الجوار، وحالة من الفزع وحالة من الخطورة جدا، يعني طلاب لا يذهبون إلى مدارسهم، جامعات أصبحت مقفلة، مستشفيات تعاني، هذا هو الوضع الحقيقي، هذه هي الثورة في ليبيا بكل ما أقولها وبكل صراحة. يعني ثورة أتت لنا بأنصار الشريعة، ثورة جابت لنا داعش، قطعت الرؤوس مثل الأبقار، يعني يقطع الليبيين مثل الأبقار ولا حد يتكلم علينا. يعني في 2011 يطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين، اليوم في ليبيا سواء كان في قبلها في درنة قبل تدخل الجيش أو في بنغازي أو حتى في مدن الجنوب في أوباريا أو في سبها أو في هذه المدن أو في الكفر، سمي ما شئت في هذه الرقعة الجغرافية المترامية الأطراف، ما في مجتمع دولي يتكلم عن هذه الرؤوس التي تقطع والأجساد التي تشرح والمئات التي تهجر والعائلات المرمية، يعني أمر منسي. وهذا أيضا عند السياسيين الليبيين، يعني والذي العبء الأكبر على هؤلاء المقامرين. لكن ما الذي أتوا به من جديد؟ هذه الورقة التي استعرضتموها الآن على الشاشة هي ليست لا تحمل جديد أبدا، يعني حتى غسان سلامة غير واثق في هؤلاء السياسيين في ليبيا، لا في عقيلة صالح ولا في خالد المشري، هو يعلم أن عقيلة صالح هو يبحث عن يكون رئيس مجلس رئاسي، هذا هو واصل لقناعته، لكن للأسف يعني ما في قناة، هؤلاء ما في تنازلات من أجل الوطن، بل يرموا مثل باريس، وباريس لن تختلف عن ما جرى في الصخيرات، ما في جديد أبدا. آلية تطبيق الأمر على الأرض صعبة جدا، يعني كل واحد متمترس بالبندقية والسلاح وينتظر للآخر الخطأ الذي يقترفه وسيقتلعه من جذوره إذا تمكن، يعني سياسة الغلبة، سياسة القوة، ما في أبدا نتائج معه. وبالتالي كما قلت كما تفضلت في البداية، الحل واضح وصريح وبسيط جدا، ليس صعب، يعني ليبيا مسألتها أبسط من حتى من عدة دول أخرى، يعني سهل الممتنع، سهولتها ان في اجسام لم تدعم وطنيه حقيقه، او تغليب ملف المصالحه، يعني في ليبيا لم يطرح ملف المصالحه من اجل الذهاب الى توافق حقيقي على الارض بان يقبل الاخر، احنا ما عندنا قبول للاخر ابدا، في كان قانون العزل السياسي، وحتى قانون العزل السياسي الان لا زال قائما حتى وان الغي بطريقه او باخرى، قائما بحد السلاح، يعني ان ترضى عنك الميليشيات هذا هو الامر، وان لم ترضى عنك فانت ستذهب الى السجن او تقطع او راسك او تذهب الى الموت، وهذه مساله واضحه. أقول لك بصراحة للأسف المجتمع الدولي أو البعثة الأممية تريد الحفاظ على هذا الوضع، السياسيين في ليبيا يريدون الحفاظ على هذا الوضع، وباليرمو لن يأتي بجديد.
نعم أستاذ سالم، تحدث الأستاذ طبعا عبد الباسط عن ونقل ربما لنا الواقع بالفعل هناك وشخص الأزمة وذكر بأن الحل يعني جدا بسيط في ليبيا مقارنة ربما بأزمات أخرى في الشرق الأوسط أو 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 في غيره. إذن ما المانع أستاذ سالم أن تكون هناك ربما يكون هناك حل سريع لإنهاء هذه الأزمة دعم بعض الأصوات التي تحدث عنها الأستاذ عبد الباسط الوطني والمعروفة بوطنيتها ورغبتها في إيجاد الحل في ليبيا؟ يعني لعلني أتفق مع أخي الأستاذ عبد الباسط في وضوح حقيقة آلية الحل الليبية، ولكن المعضلة في رأيي على الأقل هي أن على الرغم من بساطة آلية الحل أن الأطراف الليبية بطريقة مباشرة لا يستطيعون في الحقيقة تطبيق هذه الآلية للخروج ببلدهم أولا وبيعني تجنب يعني تدخل أجنبي. إذن هناك ثلاث دوائر، الدائرة الأولى في رأيي هي الليبية وأثبتت حقيقة فشلها خلال السبع سنوات الماضية في الاتفاق على خطة معينة لبناء دولة حقيقي، لأنه يعني ما يقومون به الآن، ولعل آخر الخطوات ما أعلن عنها السيد السراج من جعل بعض الميليشيات جيش أو ترقيتها لجيش، هذا شيء مستحيل ولا يعني لا يمكن أن يطبق في حياة الدول، أن تكون يعني خلق جيش لدولة جيش كامل بعقيدة معينة بحماية بلاد كاملة من جماعات متشظية وجماعات يعني مسلحة. ونحن يعني كان هناك تصريحات للسيد غسان سلامة عن يعني ولوج هذه الجماعات ومسيطرتها على المؤسسات السيادية. الدائرة الثانية هي دائرة الحل الإقليمي، الأطراف الإقليمية يعني تقترب أحيانا من الحل الليبي وتساهم بحماس، ثم يخفت هذا الحماس تبعا لكثير من المتغيرات الإقليمية، منها قضايا الهجرة، منها الإرهاب، منها قضايا أخرى، الحدود، المصالح المشتركة. ثم هناك الجانب الدولي الذي تحدث الأستاذ عنه وأشار إليه كثيرا، أن الجانب الدولي في الحقيقة لا يهمه إلا مصالحه. الأمم المتحدة بوجودها هو وجود في الحقيقة يعني مثمن ومعروف، ولكنهم يظلون يعني موظفين دوليين يحاولون مساعدة الليبيين ليساعدوا أنفسهم. يجب أن نفهم هذا الفهم في خلال هذه الدوائر الثلاثة. أنا في تقديري أن الوضع في ليبيا يصير إلى مرحلة من التأزم، لا نعرف كيف يكون الخروج منها، ولكن ربما الذهنية المشرقية الذهنية العربية تريد القائد، يعني قائد من نوع ما يعيد الأمور إلى نصابها. قد يكون هذا أحد الحلول وقد لا يكون أحد الحلول. قضية الانتخابات الرئاسية البرلمانية ثم الرئاسية هي من القضايا المرحب بها وقد تكون إحدى البوابات الخروج، ولكن يعني هي حقيقة ينقصها على الأرض كثير من الأسس التي تسبقها لكي تكون لذلك هناك خلاف يعني بين الليبيين أنفسهم عليها، وخلاف بين الأطراف الدولية. يعني إيطاليا وفرنسا مختلفين على هذه الجزئية، يعني منهم من يرى أن تتم أولا ثم يعني تؤهل الدولة ومنهم العكس. كل هذه حقيقة يعني المراوحات هي تجعل الوضع في ليبيا وضع مأزوم، ولكنه وضع شبه محصور في دائرة معينة. نعم. أثاره وبكل أسف حقيقة هي يتلقاها ويدفع ثمنها المواطن الليبي. نعم. أستاذ عبد الباسط، أختم معك نقاش هذا الملف بسؤال باختصار. هذه الوثيقة حسب ما نشر أنها تم تقديمها طبعا إلى غسان سلامة المبعوث الأممي ربما في, في, في ليبيا. هل ترى ربما تجاوب عكس التوقعات أو حل ربما سيلوح في الأفق مستقبلا كقراءة منك؟ يعني أنا لا أتوقع الذهاب بعيدا يعني مع غسان سلامة. أولا هو لا يثق في هذين الطرفين وقد أبدى ذلك بوضوح يعني في جلسة الإحاطة بمجلس الأمن حول ليبيا في الجلسة الأخيرة، والتي قال أن أعضاء البرلمان هم لا يذهبون أبدا لوفاق حقيقي ويريدون البقاء أطول فترة ممكنة. أنا اقتبستها بالنص من حديث غسان سلامة. التطبيق على أرض الواقع يحتاج إلى رؤية أيضا تفصيلية، يعني هذه الورقة تحتاج إلى تفصيل ما تم وروده يعني فيها، وبالتالي آلية الاختيار من سيكون، هل سيذهب فايز السراج أم سيبقى، كيفية المحاصصة هل هي اختيار على أسس المناطق أو الجغرافيا أو الأقاليم، لأن هذا سيعمق فجوة أخرى وسيفتح باب آخر لم يكن مفتوحا أبدا، وهي عملية التقاسم السلطة على أساس جغرافي، وهذا لم يكن أساسا في الخلاف الليبي. نعم. أساس الخلاف كان ما بين النواب ومجلس الدولة، هذا هو أساس فقط. خلاف سياسي على الشرعية، من له شرعية أو غير شرعي، هذا هو فقط. ولكن أنا بتقديري أن هذان المجلسان أصبحا فاشلا فشل ذريع ولن يستطيع إنتاج توافق حقيقي سياسي أبدا، انتهى دورهما، وبالتالي نحن نعتمد فقط على حكومة تسيير أعمال تذهب بنا إلى الانتخابات، هذا لا غير. شكرا لك ضيفنا من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الباسط بن هامل. الشكر موصول كذلك للأستاذ سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية. شكرا لك.
الشكر موصول لكم مشاهدينا، نلقاكم في حلقة قادمة من اليوم الثامن، إلى اللقاء.